بيلعبوا بالملايين لعب، عملوا أحلى فلوس من التمثيل، وبعدها قرروا يتوسعوا ويدخلوا في مشاريع عشان الملايين تولد ملايين. وطبعاً ما أقولكش على العربيات والفيلات والحسابات اللي في البنوك اللي ملهاش آخر ولا نهاية. الأربع شباب دول يعتبروا هم الأغنى في الوسط الفني في مصر، فتعالوا معايا أعرفكم ثروة ولاد رزق الأربعة وصلت لكم بالظبط، بس بلاش تتخضوا ولا تتحسروا على نفسكم. لو حبينا نتكلم عن ثروة نجوم فيلم أولاد رزق، فأكيد لازم نبدأ بالنجم الكبير أحمد عز اللي يعتبر أقدم واحد في النجوم الأربعة، وده طبعاً اللهم لا حسد، عمل أفلام كتير جداً وبياخد أجر خيالي بالملايين في كل فيلم بيعمله أو حتى كل مسلسل، وثروته من الفلوس عدت 200 مليون جنيه بالمرتاح. وفي الفترة الأخيرة دي كان أحمد عز عمل لشركة من شركات الاتصالات حملة إعلانات، وقفش منها بس حوالي 24 مليون جنيه للتعاقد عليها، وقبل كده كان عمل برضو لشركة اتصالات غيرها إعلانات بحوالي 8 مليون جنيه. أما بقى عن العقارات بتاعته، فأحمد عز عنده فيلا في غاية العظمة ب 10 مليون جنيه، وكمان فيلا في ماونتن فيو، ودي بقى في منطقة العين السخنة، وكمان فيلا في بالم هيلز في الساحل الشمالي الشرير طبعا، وعنده كمان شقة سوبر لوكس في إمارة دبي فيها من كل الألوان بتاعة العظمة والروقان. وعن مشاريعه بقى اللي عملها عشان يأمن مستقبله، لأن طبعا الفن غدار، فعنده برضو من دبي مطعم مأكولات بحرية ناجح جدا. وبخصوص بقى العربيات بتاعته، فعنده عربية مرسيدس فخمة جدا بتدخل لها في 2 مليون جنيه، وكمان عربية رانج روفر بتدخل في 10 مليون جنيه، وكمان أحمد عز عنده عربية بورش بيجي 5 مليون جنيه. وبسبب الثروة الكبيرة دي راحت بقى زينة وخدت حكم نفقة شهرية عليه بعشرين ألف جنيه استرليني، ودول طبعا يعدوا مليون جنيه في الشهر. ومن بعده على طول بنيجي لعمر يوسف زوج النجمة كندا علوش، وده بقى بدأ حياته في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بيدرس الصبح وشغال سايس عربيات بعد الظهر وبيكسب رزقه من البقشيش. بعدها دخل مجال الإعلانات، وشوية شوية دخل مجال التمثيل بسبب شكله الكيوت، ووصل لإنه ياخد في الفيلم 13 مليون جنيه، وكان كمان خد في مسلسل طايع 10 مليون جنيه لوحده، وطلع برضه في إعلانات مع كندا علوش وخدوا هما الاتنين 4 مليون دولار. وطبعا عشان الفن غدره ومش جايب همه، فقرر يفتح سلسلة مطاعم للمأكولات الشعبية واسمها كازوزا، وأحيانا بيصور جوه المطعم بعض الأعمال الفنية، وطبعا بياخد مقابل كل ده. تالت نجم معانا بقى وهو آسر ياسين، وهو مشهور بالوسامة المصرية، وبيعتمد في مصادر دخله جنب الفن والتمثيل على الإعلانات، وكان طلع في إعلان لمعمار المرشدي وقفش منه 8 مليون جنيه، وبعدها عمل إعلان لشركة من شركات الاتصالات بحوالي مليون دولار، وده بقى غير إعلانات رمضان اللي قفش فيها حوالي 9 مليون جنيه. آخر واحد معانا بقى وهو كريم قاسم، الفنان الشاب وبيعتبر لسه بيبدأ حياته الفنية، ومشاركته كمان في ولاد رزق نقلة كبيرة قوي ليه، وهو من صغره وهو بيعشق التمثيل وبيشارك دايما في عروض مسرحية كان في مدرسته. وفي 2006 عمل أول دور في فيلم أوقات فراغ، وشارك كمان في فيلم الماجيك، لكن تعتبر مشاركته في أولاد رزق هي أكبر إنجازاته، وثروته مش كبيرة قوي زي التلات نجوم الكبار التانيين. وفي النهاية بقى قولوا لنا انتوا كمان ايه رأيكم في فيلم أولاد رزق الجزء الثالث.